الأستاذة سميرة أختها بتقول لها أخو زوجها ضرير وكبير وملوش حد، وهي عندها أولاد لكن بيشتغلوا مش موجودين، لكن هي بتغير له وبتساعده على يعني أعزكم الله الحفاظ بتاعه وبتشطفه، فبيبقى في نظر إلى العورات. يعني طبعا مساعدة الضرير لا مانع في ذلك، وهي مضطرة في هذا الحال لأنه ليس له قريب ولا حتى اللي حواليها بيقدروا يعاونوه، فبتجتهد في هذا لأنه ده من باب الاضطرار، وفي نفس الوقت أنها لا تترك هذا الإنسان يعني بدون مساعدة ولا معونة، يعني ده بالمنطق وبالعقل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن معلوم أنه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وكذلك العكس. ما ينفعش الجنسين المختلفين ان يبقى في استهتار في مسألة العورات الا في حال الضرورة، كحال اللي حضرتك او كحالتي السائلة الكريمة، فانت حضرتك بتجتهدي وبتعملي ده دون يعني بتحرز قدر الطاقة في القيام بهذا العمل واتمامه على اكمل وجه، وربنا يأجرك ويعينك ان شاء الله. اللهم يسر عليك الحال ويعينك بمن يعينك بمدده الحي الباقي، اللهم امين. ست أم محمد بتقول إنها بتمنع الدورة الشهرية عشان تتمم صيام شهر رمضان. زي ما قلت لحضرتك وزي ما حضرتك تفضلتي بالسؤال لمن سألتي، إنه لا مانع بشرط أمن الضرر، وأمن الضرر عشان أنا أعرفه لابد بمشورة الطبيب المختص، هو اللي هيقدر يقول لي إن وضع الصحي يتحمل إن ناخد الأقراص اللي بتأجل الدورة الشهرية عشان أتم الصيام، ولا بلاش إن أنا أخدها، لأنه برضو ده بيبقى فيه نوع من تغيير يعني التدخل في حركة الهرمونات، وبالتالي اللي هيقول لك حالتك الصحية هي مناسبة لهذا العلاج أهل الاختصاص. فإذا أنت رجعت للمختص وقال لك ما فيش مشكلة ولا ضرر يترتب على أخذك لهذا الدواء، فالأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، فإن ثبت أنه لا ضرر عليك بمشورة المختص فلا بأس من أخذ هذا الدواء كما سألتي وأفادوكي.